اسال علي ليش فشل علي امنتهم في ثواني وغفلت من جدي هرب شيطاني اسال علي ليش الشرعاني امنتهم في ثواني وغفلت من جيبي هرب شيطاني هرب وخلى وفرحت قلت ان شاء الله يا ولا هرب وخلى وفرحت قلت ان شاء الله يا ولا ومن فرحتي ونيت جاي الغلة بعد انتلاها شبع في سباني من فرحتي ونيت جاي الغلة بعد انتلاها شبع في سباني نخره داخل حلف كوبر طله يصمصر يفرح باعلي وشراني ولقيت روحي تاني عله وعله يا نقول يا نبلع بديد لساني وكان قلت ما هم يصنعوني بفله ونخرج بتهم الدرب والسلطاني ونخرج بتهم اللي خرج على المله ودرسم كلاب الدم في حسباني ويحضروا لي ملك دبر الله يجيبوا العلم ويرفعوا بلساني ويكون قناصي علي صلى وما زال متغلغل على عصياني ونخاف نسكت وسكت مذلة ولي والدي عصر طارق باني ولي الفم قلت رفيق نبدا حلة والسجن هكا متزهى وطاني وكانت على السجان هكا حلة مربوط مصروفة مع شداني وكانك على السجاد هكا حلة مربوط مصروفة مع جلداني تعودت هكا نطيب سلة سلة ويبثل من رياس في ضمخاني لكن الشارف كيف بدي إلا تقلع زوز الثلث في مضغاني وتسأل علي ليش أشعاني عملت خد الثواني وغفلت من جيبي هرب شيطاني عيني عيني بلا